بأناملة الذهبية بترسم على الوش لوحة فنية بتبرز فيها مواطن الجمال بالألوان المتناغمة، بتخلينا نشوف الجمال حكاية. الميك اب الارتيست طبعا ديما هولا لأول مرة رح تكون معي لليوم بصباحنا لحتى تطفي عليه ألوانها المتميزة والجمال والسحر يلي بتقدمه لكل صبية. بدي رحب فيكي يا ديما وأقول لك يسعد صباحك. أهلا صباح وسهلا النور فيكي، حبيبة قلبي، صباح النور، صباح الجمال، نورتي تسلمي تسلمي حبيبة زوار. قلبي. ديما رح نبدأ معك يعني قبل ما ندخل هيك بعالم المكياج، بعالم ميك اب وعالم الألوان والجمال. اليوم الصبايا يعني قديه كتير عم يحبوا الميك اب لكن يكون طبعا على الطبيعي، رح ندخل بهي التفاصيل. لكن أول شيء خلينا نحكي اليوم يعني صار في مواد مختلفة، بتختلف المواد طبعا حتى بتختلف أنواعها بتختلف أسعارها اليوم، صح فنحكي صح عن هذه الناحية. هلا هون بقى بدها تيجي الوحده مو حسب امكانياتها، هي بقى حسب وشها شو بده، عرفتي شو كيف؟ بيناسب شو البشره؟ بيناسب الوش، انه ما زياده تكتر، ما بالضروره يعني الديلي غير السهره غير الدوام غير الرياضه. نحن المشكله انه نحن نخلط الامور ببعضها كثير، بس نفسه هي القصه. يمكن الكريم او ايه بنحطه على البوند كل شيء. على كل ايه هو هيك غلط، يعني بدنا نترك البشره تتنفس، بدنا نريحها. في بشرات ما بيكون لها داعي، انا بنصح دائما مثلا الفوند ما في داعي على طول يكون موجود على الوش، ما بالضروره نهائيا، عرفتي؟ فموضوع انه يا اما تترك السهره لناسها، عرفتي، والديلي تشتغل فيه على الناعم كثير، ما في داعي. ونحن كلنا حلوات، يعني ما في وحده بين البنات الا الحلوه، عرفتي، حلو فيها موقع. تمام ايه هي لحالها تمام بتعرف. هلا قبل ما ادخل بكل هاي التفاصيل، يعني ما شاء الله عليك يعني مشرفه على مركز او عندك مركز تجميل خاص فيكي، خلينا نعرف اختصاصاتك، يعني الشغف اللي بتحبيه بهذا المجال. مثل ما بعرف تهتمي بمجال البشره، الجمال، الميك اب، الشعر، تغذيه حتى. صح اكيد صح اليوم بدنا ناخذ محور واحد لكن قلنا هيك معك سلسله لحتى تسلم. نتعرف على شغلك المتميز لقدام، لكن بشكل عام عارفينها عنك ديما عن عملك يعني. هلأ بشغلي بالمركز في تقريبا كل شيء بتحتاجه البنت، يعني في مكياج، في ألوان الشعر، عناية بالبشرة، ليزر، كل شيء، عرفتي، كل شيء موجود. بتختص ايه بس أنا كاختصاصية وأنا شو بحب بقول لك، المكياج، مكياج والتاتو. حلو بشتغل ألوان، بشتغل كل شيء، بس القصة اللي بحبها هي المكياج والتاتو وبركز عليه زيادة. كثير حلو، هو الاثنين يعني اكيد بيبرزوا جماليه المراه. هلا نحن تيلوب صباحنا لليوم معك هو الوان صيف 2020 ايه والميك صح. اب ل 2020. خلينا نحكي عن اول شيء هيدا شغلك المتميز، هيدي الصبيه، الاختلاف بين كل صبيه وصبيه، بين كل رسمه ورسمه. تفضلي. هلا هي اللمسه بتكون وحده، يعني طريقه المكياج بتكون معروفه مثلا انه فلانه حاططها، عرفتي، بس الالوان انا بحب الالوان الخريفيه عموما، بحبها بأي كثير فصل كان باي بتحب؟ فصل بحبها. ايه هيك بتعطي دفى للوش، مثلا شوفي هون، البناني يعني ايه بتحبي هيك أكثر شيء. الخريفيه، الاورانج، هالقصص. هي الزهر ببعد عنه كتير لأنه كتير بيعطي قساوة، هيك بشوفه أنا بقى، ما بعرف. الألوان الواضحة زيادة ما بحطها إلا تحت الطلب. الصيف عندي حتى بخلط فيه الألوان الخريفية، البناني وهالقصص، بس بفتح بقى، فتح بخلط البني مع الزهر بيطلع كتير ظريف وحلو، هيك هالقصص. هلأ أنا ما كتير بعتمد الكونتورينج لأني بشوفه هو هيك يعني شيء موضة ودرجة وبدها تروح، تماما، عرفتي، هو هذا سؤالي بعتمد. كان ايه محدد لإلك ديما، انه هلا لاحظنا اخر شيء موضه الكونتور كونتورينج للوجه كتير، ايه كثير يعني صارت مطلوبه، صارت يعني حتى على وحتى المشوار بحطوها. تماما يعني حتى الصبيه اللي بالبيت طالعه مشوار عادي انه هذا فورا بتحدد. وما ضروري ايه يكون الطريقه لا صحيحه ابدا وما ابدا. ضروري يعطي الجماليه اللي بنشوفها نحن، مثل كان كنت فوتوشوب في بعض الاماكن. صح. فبرايك كل وجه بحاجه لكونتور، اي وجه لا كتقاسيم وجه لا يعني. بس هو المفروض تأسسي بالكونتورينج، ايه بس ما يكون واضح، عرفتي، مو هذا التحديد، هالزوايا ما في داعي، وخصوصي لإلنا نحن، لأنه أساسا نحن بشكل عام إذا بتلاحظي عظام الوش عنا مثل يعني تاريخيا نحن عنا هذا التكساس فيس، عرفتي، اللي بيضلوا كل البنات بيحبوه، إنه بدهم يحددوا الدقن، الخدود، الأنف، كذا، يعني ما في داعي له زياده. هو بيتحدد له طريقتين، بالفوند، بالفونديشن اول شيء، وبعدين وممكن بالاي شادوز. حلو، هلا انا بحب الاي شادو اكثر من الفوند لانه بتبين اكثر،
وبتعطي طبيعي اكثر، يعني بتحسي حالك عم تشتغلي على الفوند. حتى البنت اللي حابه تعمل كونتورنج بالبيت ما قادره بالفوند لانه هو صعب، صعب تماما بروفيشنال. يعني هلا هي نزلت هيدي العلب الملونه، يعني هي مو فوند، يعني ما بعرف شو بيسموها بصراحه. صح، اكثر من لون، هي على البني وعلى البني الفاتح يعني والابيض والاصفر. هي قوامها ما عم ياخذ الحد الصحيح على البشره، ما عم لانه النوعيه بتكون النوعيه بتكون سيئه. طبعا طبعا النوعيه بتلعب دور كتير كبير. عم نشوف هاي السبايا، بس انا بقول للصبايا اللي ما قادرين يجيبوا هالنوعيه يشتغلوا على الاي شادو، يعني بيزبط بيزبط فورا. وانا بدي نزل بعد كل فتره، يعني بدي نزل شيء اوقات بشغلي اوقات كذا، انه بعلم كيف ان شاء الله يعني بالايام الجايه. اكيد كتير حلو. ايه لانه كتير حابين البنات وما عم يعرفوا يشتغلوا، عرفتي كيف؟ هيك هي فيها صعوبه للحقيقه. ايه فيها يعني صعوبة. فيها صعوبه لحتى تطلع. شايفه هلا هذا التحديد للخدود كل الصبايا بيرغبوا لها يعني. ايه للحقيقه بحبوا. ايه وما بتزبط بهي الطريقه الا اذا كان في فعلا اكاديميه. هلا كنت عم تحكي عباره كتير حلوه ديما، انه نحن عنا هذا التحديد التكسات للوش تعرفي. كنا دائما نحب نقلد الغرب يعني بالميك اب باللبس بالموضه مثل ما بتعرفي. اليوم عم نشوف فعلا يعني عم نشوفوا الموضه عنا او المكياج او طريقه حتى الشيء الغريب عنا اللي عم يطلع، حتى ال 3D الوان الشعر عم بيكون فيها غرابه لكن بنفس الوقت فيها محدوديه، يعني مو انه بتحسي انه في شيء واو كثير. هلا مثلا لون شعرك كثير متميز لكن اقرب ايضا للبني، يعني اورانج فاتح خلينا تمام. نقول هو بني فاتح الاصهب، يعني هذا اللون الاصهب، يعني ما بنحسه طبيعي لليوم غير الالوان اللي بنشوفها بالغرب بتكون كتير واو. هلا يعني هي حسب الموضه اللي دارجه. هي لون الشعر انا مع انه الوحده تفوت فيه بالموضه، اما مثلا بدي اقول لك انه طريقه المكياج ما انا موضه صعب، يعني بدك كل حدا شو بيلبق له، يمكن كل حدا شو بيلبق له. وشو الالوان، الالوان هي عن جد بتلعب دور، عرفتي. هلا نحن مشهورين بالايلاينر، الكحلة طبعاً. العربي مشهورين فيها، يعني اللي حاولوا يقلدونا حاولوا يقلدونا بالكحلة، عرفتي. صح. كيف نحن بقى دخلنا الاي شادو وهالقصص وزبطت معنا منيح وصاروا يقلدونا هن بهيدي الشغله تماما. بس نحن اذا بدنا نقلد ولا بد بدنا نقلد بالشيء الطبيعي. صح، عرفتي. يعني بس البنت عندنا انا بنصحه النصيحه، البنت اللي عندنا اللي رايحه نادي ما في داعي للمكياج، خلي وشك يتنفس. اللي رايحه مشوار نهاري خلي مكياجك كتير طبيعي وهادي، ما في داعي. بس سهره بيتحمل طبعاً. عرفتي الليل واضواء وهالقصص بدها مكياج فل، اما بالقصص الثانيه لا. بس نحن اذا بنقلدهم، اذا فينا نقلدهم بالشغلات الناتوريل يعني. صح. وهن بيقلدونا بالكحله، الكحله 100% هي اساس المكياج. اساس المكياج. ايه السواد حول العين هو اساس المكياج. هلا شفنا يعني بفترات انه صاروا يعتمدوا على الاي شادو فوق العين وتحت العين بدون تعليم الكحله بشكل اساسي. برايك هالفتره برايك لكل الصبايا بيلبق لهم هيدا الطريقه؟ هلا انا مثلا للبنت اللي بتجي بتقلي انا ما بيلبق لي كذا، ما بحب لهالكلمه. ما في شيء ما بيلبق لك، بس الرسم صح، للرسم صح، بس ينحط على العين صح كله بيلبق لك. يعني انت مثلا بتلاقي انه بتقولي انا الايلاينر واو بتلبق لي كثير، الاي شادو ما تحطي لي، ما بحبه. الاسود، البني، الاحمر، اي لون، عرفتي. ماني مع ما بيلبق لي، ما بحبه لانه ما في بنت الا اللي بيلبق لها، بس ينحط طريقه صحيحه، الطريقه الخاصه صحيحه لشكلها. ايه طبعا حلو. طيب قد ايه ممكن يكون في اختلاف برسمه الايلاينر تحديدا بين صبيه وثانيه؟ هلا نحن بنحس رسمه الايلاينر احيانا زائده شوي او عرض نتفه او يعني طريقه بس مختلفه شوي، بتتغير فعلا موديل العين وانت ما بتحبي حالك او ما متعوده صح على عينك بهي الطريقه. ايه فبرايك ديما قد ايه ممكن يكون في تناسق بين بنت وبنت بطريقه رسم الايلاينر؟ هلا انا بشوف العين المبطنه يعني لازم تكون الايلاينر فيها قليله عرض رفيع قد ما بتقدر يعني. اما العين المسحوبه لا، فيك تعرضي فيك ترفع، يعني بيلبق لك كل شيء. بس بشكل عام الايلاينر اللي بيكون عند العين بزاويه العين عريض دائما حلو. عرفتي وين المشكله؟ بيلبق لي وما بيلبق لي، هاي البنت اللي بتقول هيك هون فوق العين على الجفن تماما. تمام. يا بتكون عريضة يا بتكون نحيفة هون، بس هي هي اللعبة، هذا الاختلاف. ايه بس بنهاية الرسمة يعني دائما حتكون أحلى حلوة، أحلى يكون عريض. ايه بس أنا يعني بتفضلي أنه تكون كلها عريضة أم في لا في نهايات بقى، عرفتي حسب. ايه
حسب في هلا نحن مثلا هلا انا نهايتها تكون مسحوبه زياده مع رمش قوي بيطلع كتير ظريف على قد العين، انه سميكه كمان بيطلع حلو عرفتي. وهون كمان في شغله بتلعب دور، شكل الرمش مع العين تمام عرفتي، هون بقى كمان بتلعب الميك اب ارتست بهيدي القصه. حلو. مثلا هون ليكي عريضه، هون ما فيها دوب، كتير ناعمه واي شادو خفيف. بس كتير حلو هلا هون تمام. موصوله وما انا ما انا ما انا مسحوبه لفوق، في هون لفوق عرفتي. هذا حسب الموديل يعني شفناه هذا كتير الكاتكريس. ايه هو احلى شيء ونضيف كتير. اليكي، هو شغله على الناعم كتير بس صعب، صعب كتير. لا صعب تفكري بده ايه بيطلع، مثلا انت بتشوفي مكياجات بتقولي واو انه انا ما بدي اياه كتير انه مشان ما ياخذ معك وقت. لا انا بشوف مثلا لما بدي اعمل السموكي ايز مثلا ما بتاخذ معي وقت كتير، بينما بدك تعملي الكات كريس وتحددي هون الوقت. يعني المكياج الناعم بياخذ وقت اكثر من صح المكياج القوي. تماما. يعني انا اكيد كل بنت بتعرف هاي القصه وهي لا عم تجرب على طبعا حالها. ايه طبعا المكياج الناعم بده دقه وبده يعني ما في ولا غلطه. حتى لما بدك تاخذي الايلاينر الناعمه بدك تشتغلي فيه على مهلك اكثر ما انه تشتغلي بالعريضه طبعا طبعا وتاخذيها سحبه وحده. دائما الناعم اصعب. صحيح. طيب ديما بدنا نحكي شوي عن الصبايا العروس يلي هي بيكون يوم حلمها يوم عرسها، هذا اليوم اللي كتير يعني بتكون حريصة انه تكون متميزة بكل شيء، اكيد عم تتعاملي بشكل دائم مع هدول الصبايا. اهم شيء برأيك عند هاي الصبية لما بتقصدك او بتقصد اي صالون هي قصدته، يعني انا بدي اروح عند الصبية اعمل الميك اب لعرسي ليوم حلمي، اهم شيء يكون عند الصبية اللي هي عروس اليوم. هلا اول شيء انا بدي احكيكي كيف بتعامل كشخص مع هيك بنت، انه يوم عرسها بتعرفي التوتر هالقصص هيدي بتمر ممكن بحالات نفسيه وهي منقايتك لهذا اليوم، فانا صح بدي احترم هيدا الشيء، بدي راعيها، بحب اليوم يكون لإلها او هالساعه اللي عم بشتغل فيها تكون لإلها عرفتي. بنتفق انا وياها على شيء مثلا هي بتحبه، مبدئيا هي بتحبه، بعدين رايي انا بعطي رضيت اوكي، او بنوصل لطريقه انا وياها مع بعض، ما بفرض رايي ابدا ابدا بالشيء اللي بتعطي بتحبه. وجهه نظرك يمكن وجهه نظري هي بس باعتبار لها ثقه فيكي اكيد. لكن اكيد واوقات بتقول لك خلص انا ما بتشارط على شيء، بس انا بحب تعطي رايي، بحب اعرف شو بتفضل انه لا يومها هذا يومها ومختارتني انا، انا بحترم هذا الشيء كثير. بحب يكون وقتها لإلها عرفتي، مو كون زاركة الدنيا مع بعضها، ما كتير بحب، حرام، هي فرحتها عرفتي. بالنسبة لألوان المكياج بختارها دائما، إنه هي دائما جملة بقولها بتكون هي بدها لون لنفترض قوي، إلا بس بدي منك شغلة، إنه أنت بعد 10 سنين إذا طلعتي بصورتك تتقبليها تقولي إيه والله كان ظريف، مو تقولي الموضة والله كانت هيك، اعذروني كانت الموضة هيك. صح. مثلا الحواجب النحيفة أو الصيني أو كذا، أو اللون الألوان الفاقعة هيك شغلات. إيه فبحبها تكون على الهادي، يعني بعد 10 سنين إنه تشوف بتناسب كل صورتها. الأوقات إيه يعني تشوف صورتها تقول يا الله ساتني مقبولة، فهمتي علي كيف هيك؟ حلو، لهي الصيغة بدي أوصل معها. كتير حلو. ديما في ألوان خاصة بالموضة فعلا كل سنة لموضوع الميك اب ولا بشكل عام؟ يعني مثل ما قلتي أنت بتحبي مثلا الألوان الخريفية، هي ألوان أساسية بالحقيقة، هي دائما دائما فوق العين، حتى بعض الأحيان في صبايا بيحطوها أساس للآي شادو اللون الثاني، تماما يعني ممكن تماما البيجيات صح الخفيفة صح. هاي بتتاخذ مثل الباودر أو شيء. فبرأيك يعني هاي السر، شو هي الألوان أكثر الألوان المطلوبة كآي شادو أو ألوان الميك اب بشكل عام؟ الروج ايه بشكل هلا عام. انا بشوف الالوان القويه، الاورانج، الاصفر، الاخضر والازرق، لا مانو ما 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 بشوفه موضه، بس كتير مايل على الاورانج اكثر شيء. 2020 كلها اورانج، حتى اذا بتلاحظي بالوان الشعر كلها هيك، البني المحمر، النحاسي، هالقصص هيدي كتير كتير موضه. يعني انا بشوف الاصفر والاحمر هالسنه موضه، هيك بقول لل 2020. حلو. طيب ديما هلا مثل ما بنعرف اغلب الصبايا في تجميل عندهم، فيلر التم، البوتوكس، يعني هذا الموضوع عم بيساعدك او عم بيساعد الماكير او خبير التجميل، ام برايك في بعض الاحيان عم بيغير بعض المعالم، يعني عم بيكون في شويه صعوبه؟ هلا لاقول لك شغله، هي لما بدها تيجي لعندي بتكون انا بتعامل معها على اساس معالمه، فهمتي علي كيف؟ هلا البوتوكس هو شيء ظريف، يعني بيلغي الخطوط اللي بتضايق حتى بالمكياج، تمام فهمتي علي؟ مثلا الفيلر اللي بالوش تحديدا
هيدا المشكله انه مو البنات مو عم يلجؤوا له زياده، فهن بالضروره يحطوا فوند وبودره يوميا، لانه هو ما بيظهر ابدا على الناتورال، لانه اساسا هو مانو شيء طبيعي، فبدك تضيفي له شيء مانو طبيعي مثل المكياج، عرفتي؟ صحيح. بس هو لا، البوتوكس وهيك قصص بتساعد بتساعد بتساعد. ايه طب قبل ما لا احذري ليش؟ لانه هي بتجيني هيك، يعني انا ما بعرف هي كيف شكلها. صحيح. لنفترض قبل، انه قبل وبعد هذا موضوع بيساعد الطبيب انه كيف بده يعملها قبل وبعد، اما انا بدي اضيف علي شيء حلو بدي حليها بزياده، فهمتي علي كيف؟ بس البوتوكس ايه بيلغي الخطوط فبيساعد. طيب حلو كتير. هلا انا ديما يعني بصباحنا معك لليوم بهيدي الزاويه او الفقره اكيد ما راح اخذ كل شغلك، يعني حكيتي بتشتغلي تاتو، بتشتغلي تغذيه، يعني على اكثر من جانب. نحن راح نكتفي هيك شوي بالميك اب اليوم بالشيء اللي قدمناه. طبعا عندك كثير ما شاء الله عليك، الله يقويكي. دائما اللي عنده لمسه سحر وجمال لاي صبيه اكيد انامله بتكون ذهبيه مثل ما حكينا. نصائح منك للصبايا لحتى يكون مكياجهم مثل ما ذكرتي أقرب للناتورال، ليكونوا بكل وقت له مكياج وبشكل عام. تفضلي. أنا بقول النظافة اليومية أهم شيء. يوميا النظافة اليومية للوش يوميا. يعني تكون معك عادة، أنت كيف بتقومي بتغسلي وشك تفرشي سنانك عادة صح؟ ضروري تنامي، ضروري تفيقي، ضروري جدا تنظفي وشك قبل ما تنامي. قد اذا بقول لك حطي مكياج ما تحطي انت حره، بس الموضوع اللي كثير مهم انك تنظفي وشك قبل ما تنامي. اكيد في طرق معينه. ايه هلا انا بعتمد، انا بحب مع الورد. مع الورد الطبيعي بعد ما بتغسلي اي طريقه انت بتحبيها، بعد ما تغسلي، بعد اللوسيون، بعد ازاله المكياج باي طريقه بتحبيها، قبل ما تنامي تماما مسحي وشك بماء الورد لحتى القطنه تصير بيضة. عرفتي هيك بيتنفس، هيك الكولاجين الطبيعي اللي جوا وشك بيشتغل لحاله. حلو. خلال فترة النوم، عرفتي؟ طبعا والنوم كتير ضروري. الأكل الصحي هذا بمعلوم الكل، يعني هذا ما نصيحة، هذا شيء طبيعي لازم الواحد يشتغل عليه. والرياضة كتير بيتنفس الوش. ما نو للفيلر ولا البوتوكس هن الوحيدين اللي بيعيدوا نضارة البشرة، لا أبدا، هن بيغيروا الشكل بس لا يمكن يعطوكي وش نظيف، بشرة نظيفة. لا هو بعالم الميك اب للصراحة أو عند كل الصبايا ديما، يعني أنا كانت تجربة شخصية لما بشوف بشرتي نضرة ونظيفة يعني بقدر إني أنا استغني فعلا عن تماما. الميك اب إلا إذا كان في مناسبة، أما لما بشوفي بشرتك تعبانة بدون ما تتبعي هاي النصائح أكيد تحاولي تحطي ميك اب لحتى تحاولي يعني خلينا نقول تغيري نفسيتك شوي ربما بالمكياج، هو ممكن العكس صحيح. فديما اكيد احنا بنستضيفك بصباحات جديده وبفقرات ثانيه، وحنكون معك ايضا بالمركز ان شاء الله قريبا. ديما هولا شكرا لحضورك، تلبيتك دعوتي لهذا الصباح. تسلمي، شكرا لك.